طريق إلى الجنة، فردوس مفقود، ملاذ للهروب من زحمة وصخب المدينة، سفر للمتعة والخلو بالنفس، حيث الرونق الأندلسي والطبيعة الآسرة ببساطة تضاريسها وجمال ألوانها. هنا باليونش، حيث الشموخ ليس قارين الجبل فقط، بل شبيه نسائه اللواتي يخضن تجربة نسائية فريدة، مصدر سعادتهن وارتباطهن بتاريخ المدينة. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حال ما يخفاك يا الواحد ربي. بين رجال يتسلقون المراكب ويرمون الشباك ويقارعون الأمواج العاتية، سكن البحر وجدانهن منذ نعومة أظافرهن، اختلفت ظروفهن ونشأتهن واجتمعن على عشق البحر وأغواره، تسلحن بالعلم والمعرفة. هنا الريس حياة، الأستاذة رندا، والطالبة انتصار، نموذج مختلف للمرأة الصيادة. أنشأنا تعاونية خاصة، انطلقنا في رحلة في عرض البحر، مددنا شباكهن للحياة بعيداً عن حدود أعمال النساء المعتادة والنمطية، اخترنا أن يتحدين الخوف وأن يخلقن الفارق بعشقهن للبحر المتمرد وأسراره. اسمي حياة، وفي البحر كيعيطوا لي الريسة حياة. أنا خلقت وتربيت في البحر، عامين ثلاثة حنا في البحر، وكنت كنشوف هاد الناس كيهزوا ديك الفلايه كيجروهم كيخرجوا للبحر كنجبدوا معاهم الشبكه، كنقول حتى حنا مثلا كيكون شي هكذاك، ملي كنت باقا صغيره حتى الناس ما كيخرجوا شي للبحر، لا ما كانش قليل، حتى كانوا كيديروا كيجمعوا الحوت ولا كيديو هادي ما كيخرجوش قليل، ما كيخرجوش شي مره، لان ماشي بزاف في المغرب عاد بدو الناس كيخرجوا للبحر. من بعد كان داك حب شغف، شنو كاين في داك البحر، شنو كيعملوا، شنو كيعملوا داك الشيء، كيفاش كيصادوا، كيفاش كيكونوا، كي كتكون الحياه ديالهم اليوميه. كنا كنخرجوا نصادوا المحر في واد لاو، كنت كنمشي تما نبحروا كنصادوا المحر في واد لاو، كنت كنقاد في الفلوكه ما كاين ني موتور ني والو، وعجبني داك المنظر. ومن بعد كنت كنعمل الغط، كنا كنمشيو نصادوا بالغط بالكلاطا واليطاس والتراخي كنمشيو نصادوا. بالنسبه للحياه البحر هو كل شيء، هو التنفس، هو الاكسجين، ما بقاش نعيش في مطعم كاش فيه البحر، لان بدي عندي الدبلوم ديالي، انا عندي ماستر وعملت 3 سنين ديال الدكتوراه في فرنسا، عندي ماستر ايماج ملتي ميديا سيونس تيريتوريال، وجاتني الخدمه، جاتني الخدمه في الجهه ديال جراده، وما بقاش نمشي لا ما كاش فيها البحر، راسي جبت مع 10 ثاني نمشيو للجهه اللي فيها البحر، ما بقاش نمشي بقات بلا بحر، وخصني كتخرجوا بالليل، كنخرجوا من 4 العشيه حتى الغدا في 7 الصباح ولا 8 الصباح. تخيل انت مرا بوحديتك وما عندوش يوم داك الفكره، ما عندوش داك الوعي ان المرا كتخرج للبحر، ما غتقدرش وغادي تدوخ الرجال بطبيعه الحال، وبنتي ممكن لك سير البحر صعيب عليك، وحنا الرجال ما كنقدوش ليلو، يعني بزاف الحاجه، شي كيقول لك حدي راسك هادو الرجال تما الحشاشيات تما السكيريات تما هادي، ولكن الحمد لله غير هذيك كانوا قدامين، دابا الناس طوعوا والاغلبيه بحاره والاغلبيه دروسها هما تقرا ومثقفين، وعند الرغم في بحالك كتحس بالخوف، ديك الخوف كتخبع وخا توريه، اذا وريتي انا رايسه وريت البحر الخوف من داك البحر هذاك بحال ما كاين حتى شي حاجه، عندك الخوف كتطمر وكتبلعو ما كاين حتى شي حاجه، خصك تكون انت كنحاول ساعه ساعه كنقول انا كنتعدى على وليداتي شويش، خصوصا اذا بات في البحر ما تيح داهم، ولكن دابا هما كيقول لي ماشي البحر، دابا بنتي صغيره كتقول لي ما البحر، حتى انا كنت كنمشي كنخرجوا للبحر وصافي، عندي ثلاثه
دابا الصغيره كتغطس معايا الكبيره، ما كانش البحر ما تكونش كتعمل الاشريعه، كنمشي نغطسوا البحر بالقراعي، كنغطسوا هنا كنغطسوا في المضيق. جات كامل عائلتي كامله بحريه، مخوتي با جدي عمامي كلشي، يعني من الصغر ديالي وحنا كنشوفوا الواء با في الدار، يعني صناره في الدار، شبكه، كلشي، يعني الماتريال البحر كامل في الدار، حنا كعندنا فضول انا كيفاش كيعملوا داكشي هذا، كيفاش كيخرجوا داكشي. دائما حنا كنربطوا مع الصناير في الدار وهذاك، يعني كنقولوا حتى انا خصني نمشي معاك حتى لا فلوس برت واحد الصعوبه شويه على البنت، يعني ما تقدرش يعني تخرج البحر يعني مع الرجال، خصوصا كيكون الوالدين ما قاريين شي وداكشي صعيب باش ومن بعد صافي بدا كيقول لي يا بنتي البحريه كيقول لي باش تكوني ونسني في البحر. رندا بدوكا حاصل على دبلوم باترون دو بيش اولاغ. بالنسبه للتعاونيه ديالنا النسائيه الكردليه، اول حاجه جاتنا كنا جالسين انا والرئيسه وانتصار، كانت عندنا واحد الفكره اننا حيت انا ديجا كنت قريت التعاونيه ديال بنيونش، وقلت لهم باللي حنايا بلاد البحر وعندنا بالدومين ديالنا بكلشي ديالنا عندنا بالدبلومات ديالنا بكلشي، علاش حتى حنايا ما نلتجئوش يعني حتى حنايا ما نعملوش تعاونيه وتكون يعني تعاونيه ناجحه بصح، لان حنايا بصح كنخرجوا البحر ماشي غير كدو بيضه ولا شي حاجه، كنخرجوا كنمارسوا ديك المهنه ديالنا. كانت الفكره ديال الاقبال مع جميع المنخرطات ولا الاعضاء كاملين بهم كان عندهم فكره ديال الاقبال وعجبتهم الفكره، وقلنا لما لا حتى حنايا نعدلوا. عدلنا في الاول تكوين ديال الخياطه، قريت انا 11 بنت حاصله على خياطه الشبكه، قراو وحصلوا على ديبلوم في خياطه الشبكه، ولحد الان راه ملي كيكون عندنا شي حاجه ديال الشبكه تقطعت ولا شي حاجه كنخرجوا في المضيق خصوصا كيخيطوا ولا في الفنيدق خيطوا الشباكي. باقي عندنا تابعنا بزاف ديال التكوينات باغيين نعملوهم في مجال ديال تربيه الاحياء المائيه، في الميكانيك على حسب الموتور خاصه ضروري، لان في اي مجال راه كيكون باترون كيكون ميكانيك، فهمتي راه ضروري تشوف الباترون خصو يكون كيعرف كل شيء في الباركو، وكذلك عاود خصو يكون كيعرف كيفاش يتعامل مع الموتور. عندي الاجازه في الجغرافيا والبحث ديالي عملت على الصيد الساحلي، يعني مودله وحتى بليو سن هنايا، والبحث ديالي كان داه الله يرحمه كانت الوزير مصطفى الساهل، وخدمت في 1998 حنا كنا مؤسسين داك المضربات ديال الحوت، يعني كنقولوا حنا المحرقص والدوراد، اول مره خدمت مع الفرنسيس في الرينكون كنت المراه الوحيده خدامه معاهم، وفي المدرسه ديال الغاس انا عاود نائبه ديال الرئيس ديال جمعيه ديال الغاس ديال مر لارغيتو. هو الميدان البحري هو صعب حقيقة، صعب بالنسبة للمرأة، المرأة بحال كتعرف الدار الماكلة وهذه، ولكن المرأة إذا كانت كتنظم وقتها مزيان وقدر تقدر، لأن بزاف الناس كنشوفوا أنا معنا غير في الكاسيوخهم الرجال ديالهم مساكن الله يكون في العون مرضوا هذه بقاو في الفلايك ديالهم كتسيبك يجي واحد آخر، علاش ما تجيش تقبل راسك بيدها؟ هذه الأولانية، ثانية واحد التجربة جديدة، أوروبا وكوريا ماشي سابقين، هذه دابا 50 سنة ملي كنشوف المرأة كنعرف صحاباتي تما أنا في فرنسا خدامين في الباركو كيخرجوا ما كاينش الراجل معاهم بوحديتهم. الليل وصايد الليل البحر هايج الماريا اللي بانطي حياه ما كاينش شي مهنه حكر على الراجل. لا ما كاينش حتى هو ربي خلقنا قال لك ايها الناس ما قالكش ايها الرجال وايها النساء، قال لك كيف الراجل كيف المراه. والمراه كندو كابا خصها من الراجل لان فيه واحد الصبر، ربي عطاه واحد الصبر. مع الاحتكاك ديالي مع البحاره لقيت بان الرجل البحري هو اللي كيعاوننا، منهم البحريه اللي كيعاونونا، شكون اللي كيخرجنا التعاونيات اللي بعدا اللي كيساعدونا على حسب القارب، شكون اللي كيعطينا التعاونيه، شكون اللي كيعطينا القارب، رؤساء التعاونيه الرجال ماشي النساء. ملي كنخرجوا مع البحريه شكون اللي كيخرج معانا، راجل هو اللي كيعاوننا. بالنسبه للمسؤولين اول حاجه شكون اللي جبناهم كيعاونونا، الرجال عفوا انسى باحتكاك دابا بالنسبه لهذا الدومين هذا. نقدر نختتم انا هذه التعاونيه ديالنا ان شاء الله تكون شي حاجه في المستقبل، كنتمنى وتكون شي حاجه مزيانه وكنقلبوا على الشركات. وكنقدر انا نشكر مصطفى الرياضي مدير ديال معهد الصيد البحري بالعرايش، وكنشكر كذلك عاود حتى المندوب اللي كيعاوننا بزاف ومصطفى الفردوس، وكنشكر رؤساء التعاونيه والجمعيات من بنيونش حتى الواد وادلا كاملين بهم، يعني الصراحه راه كيتعاملوا معنا وكيفتحوا لنا يد المساعده وكيقولنا اللي طلبتوها انا معكم، فوقاش ما بغيتوا شي حاجه مرحبا بكم. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.